وريفها. حسان أهلا بك إلى هذه الساعة، أعطيك الكلمة لتنقل لنا ماذا يحدث بالتحديد في دمشق وأين تصاعد الاشتباكات والمواجهات الآن. نعم، مساء الخير. يعني في البداية وصلت تسريبات بالأمس عن نية جيش النظام لمحاولات اقتحام ربما تكون على أحد جبهات الغوطة الشرقية. لم يتم الجبهة التي سيتم الاقتحام منها أثناء التسريبات، ولكن خلال اليوم اشتباكات عنيفة جرت في يعني بلدة عدرا من قبل بين في اشتباكات بين قوات النظام وكتائب الثوار الموجودة داخل مدينة عدرا. أيضا النظام كثف من قصفه على هذه المنطقة أكثر من 8 غارات على التوالي في المنطقة. أيضا اشتباكات عنيفة تشهدها يعني جبهات الغوطة الشرقية مع العاصمة دمشق، لا سيما في حي الدخانية وحي الكشكول بالقرب من العاصمة دمشق، على مشارف العاصمة دمشق. أيضا اشتباكات تجري على جبهة المتحلف الجنوبي في حي الجوبر الدمشقي. أيضا القصف لم يتوقف على الغوطة الشرقية. اليوم هو اليوم العالمي للسلام. خلال هذا اليوم لا تزال المجازر من قبل قوات بشار الأسد مستمرة حتى اللحظة. أكثر من يعني عدة غارات جوية على الغوطة الشرقية، غارة على مدينة زملكة في ريف دمشق بالغوطة الشرقية، أيضا غارة من جهة عين ترمة بلدة عين ترمة، أيضا غارتين جويتين على مدينة دوما التي تشهد تصعيد عنيف من قبل قوات النظام خلال الأسبوعين الفائتين، حتى أعلن المكتب الطبي بالإضافة إلى المجلس المحلي في مدينة دوما وتنسيقية دوما أن المدينة مدينة منكوبة بالكامل بسبب التصعيد العنيف على الغوطة الشرقية. اليوم خلال الغارات على مدينة دوما سقط العديد من الجرحى والشهداء، لدرجة أن هناك حتى الآن الإحصائية التي وصلتني عدة شهداء بينهم طفل صغير، هم نتيجة غارات الطيران الحربي على المدينة. نعم، طب في ظل هذه الاشتباكات والمواجهات كما تقول في عدة محاور، حسان، هل من تقدم عناصر الجيش الحر على أي جبهة؟ نعم سيدتي، لا يزال عناصر الجيش الحر في العاصمة دمشق لا سيما في حي الدخانية وحي الكشكول، لا يزال هناك محاولات يعني للتقدم أكثر باتجاه العاصمة دمشق. الاشتباكات هي يومية، القصف على هذه المناطق بصواريخ الأرض أرض وبالطيران الحربي يومي. أيضا يعني لا يزال الثوار يبذلون قصارى جهدهم من أجل التقدم باتجاه العاصمة دمشق والدخول إليها. والوضع بشكل عام يعني في ظل اشتداد هذه الغارات الجوية وأيضا اشتباكات على الأرض، كيف تلخص أو كيف تصف لنا حسان باختصار لو سمحت؟ نعم سيدتي، يعني ربما يكون الوضع على المدنيين هو سيء للغاية بسبب القصف العنيف الذي تتعرض له البلدات في الغوطة الشرقية. أيضا يعني شدة الحصار التي لا تزال تشتد على المدنيين. ربما الآن أعرج على موضوع مهم جدا، وهو أن فصل الشتاء قادم على الغوطة الشرقية. لا يزال الحصار يضرب هذه المنطقة، لا يزال أيضا يعني الجوع و يعني تأثير الحصار يعني واضح جدا على المدنيين. ربما يعني ستشهد الغوطة الشرقية هذه السنة من فصل الشتاء بشكل قاسي جدا بسبب يعني عدم تمكن الأهالي من ربما يعني تأمين ربما المواد الغذائية اللازمة لهم خلال فصل الشتاء، أو على الأقل مواد التدفئة التي أصبحت باهظة الثمن. يعني المادة الأساسية الآن التي يعتمد عليها الأهالي هي مادة الحطب، ارتفع سعر مادة الحطب إلى 10 أضعاف كان عليه في السنة الماضية. حسان تقي الدين حدثنا من دمشق، مراسل شبكة شمال إخبارية في دمشق وريفها، شكرا لك.